بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرى تحواتي نحتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحستو نياستم هرنا حتن ملسن كاب كتاب فتاوى أركان الإسلام والإيمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كابونا نقتصل دلنا أبزا نيلوم حتو دما كمزز بالحتو تحاتيتم. كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته وقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام سورة لقمان 34 آية زلة بزعبازي أملكتو حتى تينتايلو إزي حجي تبتح وزلو نايحكمنا فلتت مستا قالنا يا رب سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام تبل أب سورة لقمان مبل 34 آية زلة كمي جيرنا كلتي إن كانت أمرا وكانت حزن نخيل. وما جاء في تفسير ابن جرير كموينا بتفسيرنا ابن جرير دماني عن مجاهد رحمه الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما تلد امرأته كمو دماني أب تفسيرنا ابن جرير كمجاهد تمحلالف مجاهد طبعا كبتم تابعيني انتايلو النبي عليه الصلاة والسلام حاد متيو حاتيتوهم بزعبا كنت نايبع ناي سبيتو كتو مالت تتولدو قلعا كميو زبل حاتيتوهم مسحاتتهم الله سبحانه وتعالى فأنزل الله الآية وما جاء عن قتادة رحمه الله كومو دماني إذا آيازي أوريدا كومون تا ناي قتادة دمت التفسير كمسيزي كميجرنا نتحزن نخل. وما المخصص لعموم قوله تعالى ما في الأرحام تي حفشاوي الرداد ما في الأرحام زبل بفولي جرنا كنردو نخللو بخمئيو إبل مالتيو. الجواب ملسخ ملسخ اللو شيخ محمد بن صالح العثيمين انتايبلو قبل أن أتكلم عن هذه المسألة كدمي إذا قد يزيئا تتحاتي تازلا كدمي مملاسي كمزخ بالإفتو يبل. أحب أن أبين أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبدا تي قلت زخوني ناي القرآن الكريم مستي كوننت زركب فتسمو أي قاجوني وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوة لا حقيقة له وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضته انت دا أحد كون الندماني ترخيبو أما كتريون كلخا مس قرآن الكريم زقاجو انت دا أمسيلو وي اتي زبهال زلو كون الناس زيبلك خون خيل ويد ماني تا قرآن تا تدلي زلاد ماني صريح زخونت قلت زخونت نتقول دايت ملك كيت خون تخيل لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي مخنياتو قرآن الكريم تقلت زخونة أرداد عن القرآن مستي كوننت زركب بحق بجبو زركب كلتيو قطعيو مالت زيت تراتر حقيو ولا يمكن تعارض القطعيين أبدا إذا كلتا يشبوت نقر دماني كلتا يونا نحر حدو كقاجو أي كإلنيو فإذا تبين ذلك انت دعا إذي مقدم إذي انت دعا قلت سخينو لنا فقد قيل كم زي بهاليو إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف عما في الأرحام بزي حجي تبتي حدولو ركيق زخوني مسارحي تتكيمهم أب مهزن نايقوال نستيت زولو أب تنس زولو كفلت ويخو اليوم والعلم بكونه أنثى أو ذكرى صوتاناتو دماني وددي قوال دماني كفلي ويخولو فإن كان ما قيل باطلا فلا كلام مزي
ዝዝበሃል ዘሎ ኣዘራርባ እንተደኣ ክውነ ዘይብሉ ኮይኑ ብዙሕ እውን ደዛርብ የብሉን وإن كان صادقا إذ زبهال دمان حق أنت الأخوينو فإنه لا يعارض الآية مستا قرآن ويعلم ما في الأرحام تبل أبسورة لقمان دلا زقاج أو أيكونن حيث إن الآية تدل على أمر غيبي هو متعلق علم الله تعالى في الأمور الخمسة إتا آية تملكتو زلا بزعبا علم الغيب دك سبات كبتحو زي كولو فليزو قني ويسور زخونة علمنا يا رب سبحانه وتعالى أبحمش تنقرات بأنيات تتكس دلا والأمور الغيبية في حال الجنين أبكونت عما هتنزلو زولد بزعب حمش تنقرات دحازت يا زعيازيها مقدار مدته في بطن أمه أبو كبد ديو كندي كمد تسنح وحياته كمدمان كندي عدمي كمزهلون وعمله كمون تجبرات نيزس في الترسب انتاي مخانون ورزقه كمدماني ششينات وشقاوته أو سعادته رحس دي رحس يكون زبلن وكونه ذكرا أم أنثى قبل أن يخلق كمدماني جنا أخل فتركي يكون خلو دماني أبزي جزيزي انتاي كمزخون دماني رب سبحانه وتعالى إذ فلتو أما بعد أن يخلق ليس العلم بذكورية أما أن بعد أن يخلق فليس العلم بذكوريته أو أنوثته من علم الغيب مسكون النت مسكونة قنت سب مستخلقة قن كرتنا يسب مسحازة قن ودي تبعتها ديو قال نستيت مفلاتو إذي كبت علم الغيب كبها لايكا ألينيو لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة مخنياتو خلق مسكونة ويدماني كرتنا يسب مسحازة إذي غيب زي كونة قلت زخونة نقري خوين دولو إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة التي لو أزيلت لتبين أمره وإنت خونة قن بسلسة نقرات مالت بسلسة تشفينو زولو لو إتن تشفينو نقو زولو أتعلميتو نقو زولو إنت نقنت تأنيرنا إنت زقلع نيرو مبرحلنا نيرو ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكرا أم أنثى بزي رب سبحانه وتعالى زخلقو بتي رب سبحانه وتعالى فلت الزهبهم حيال زخوني مقول حتى تأكيمهم دماني نتي أبوش تزلو تخليقو زلو نعوري أم دماني ود تبعتاي دو قوال نستيتي كبلو إخو لي أم مالتيهم وليس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة كمدمان ويعلم ما في الأرحام تبل دلاسني بزعبانة ود تبعتين قوال نستيتين مخانون ايكسو تايكونة بقلت سجيرات الزارب دلاز آيازيا وكذلك لم تأتي السنة بذلك كمون أب سنة نيروسو صلى الله عليه وسلم بزعبازي قلت زخانة نقر يلن وأما ما نقله السائل عن ابن جرير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما تلد امرأته فأنزل الله الآية فالمنقول هذا منقطع أزي كاب ابن جرير ذكر ودلو أب تفسيرناتو كاب مجاهد مجاهد كاب تابعيني مدماني كاب رسول صلى الله عليه وسلم بقد تادو سمع سلزي كوني إذي خبر زي منقطعيو ناب رسول صلى الله عليه وسلم دبت زحزر با ايكونن واما تفسير قتادة اتناي قتادة الو ملك كتيب النازلوغن فيمكن ان يحمل على ان اختصاص الله تعالى بعلمه ذلك اذا كان لم يخلق بجكا ربي كالي ازي فولتو يلن زبل زلو قدمي كي تخلقن كلو قرصنا يسب كي حازي خلو يو كترد انا تخيل مالتيو أما بعد أن يخلق فقد يعلمه غيره مستخلق أجن كرتنا يسب مسحاز أجن دخون فطرون كفلتو يخيلو ولذلك ابن كثير رحمة الله عليه أبتفسير ناي سورة لقمان انتايلو وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه أب مهتن زفتر بجكا رب سبحانه وتعالى انتاينت ناتو زفلت يلن ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه بدحريو قن
خلق مسكونة كرت مسحازجن رب سبحانه وتعالى انتاينت ناتو روحس ديو روحس هايكونن كومودمان تكونتات ناتو نتوم ملائكة موكلين زخونو نزقو دايزيز توكلو مسفلتو بدحريون كالوت فطراتون كفلتو يخولي أم إبل. وأما سؤالكم عن المخصص لعموم قوله تعالى ما في الأرحم، إذا ما في الأرحم تبل كابتحفشا وأرداداء نبوسن أرداداء كنوزدا زخالنا جن، فنقول إن كانت الآية تتناول الذكورة والأنوثة بعد التخليق فالمخصص الحس والواقع. إذا آية زي أسني بزعبا أب مهتس أندولو بجيك رب سبحانه وتعالى زفلتو يلن تبلدلا كدمي كرتنا يسب محازو كترد أن تخيل مالتيو كمي جيرنا دعاني نابزي أرداد أزي خيدنا انتر آيلنا مغنياتو مخصصات كابتي حفش او زخون الرداداء نابوسن دخون الرداداء كنرداء له نخئل بقرآن الكريم كنرداء نخئل من الكتاب والسنة كومون كاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كومون دخون يخون نص او الإجماع ويدماني إجماع زقبورو بو غير نخرداء نخئل او القياس كومون بقياس غير كخرداء يخئل او الحس كمودمان بيجبط بخون الناس زخون زخون نجارون مخصص هالو مالتي أو العقل كمون بعقل خاون وكلامهم في ذلك معروف نزي مخصصات زي زقلت نه أهل العلم قلت زخوني فلوت أب كتاب التوما هالو مالتيو. وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق وإنما يراد بها ما قبله فليس فيها ما يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثته بدحري ويدماني كي تخلق ويدماني مستخلق كرتنا يسب مسحازة يفلتوه يمدبل انتد أخوينو ود تبعتها يدو قال نستيتي مزا آيازي آدماني والحنتي زقاجو يبلون مالاتيو. والحمد لله أنه لم يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القرآن الكريم أبكون النت انتد عمتنا قرآن الكريم ولله الحمد مستكون النت زقاجو أي ترخبن أي ركبن يدماني. وما طعن فيه أعداء المسلمين على القرآن الكريم من حدوث قل قل بزركب تم تسألاتين يا إسلام إذا أمس قرآن تقاجو يا إلوم زقربون تدعالو خينو أمور ظاهرها معارضة القرآن الكريم بقداما وخطري أخلخا جنات أبيكا بعمق فلتتكير أخيون كلخا زقاجو يمثل خون. فإنما ذلك لقصور فهمهم لكتاب الله تعالى إذا دماني اتي وسن دروت زخونه نيرداد اكلتهم عقمي وسن سله زخونه دامبر او تقصيرهم في ذلك لسوء نيتهم ويدماني بحماق نيا بممصوم بمردوم تزيكوينو ازي مس قران الكريم زغاچو نغر اي ترخبن كومون اي ركبنيو. ولكن عند اهل الدين والعلم من البحث والوصول الى الحقيقه ما يدحد شبهه هؤلاء ولله الحمد والمنا دخون يكون شبهات دم صو زخون يكون يعني يغاچو يزبلو ندم صو غن اهل العلم تم سفلتت تم سبدين نتي دم صوون كله يخشفو يمالتيو دحارن تايبل شخنا والناس في هذه المسألة طرفان أب كم زعينة زي ويدمان بزعيا زي آيخون سبات كلتة وسن دخود اللو ووسط دمان اللو ما أكلاي دماني اللويبل. فطرف تمسك بظاهر القرآن الكريم الذي ليس بصريح قلو السنات سبات بم أبجاف دخودو انتها اللو سبات بقداماوي أرداد آتردئوم عمق زبالة فلتت كي وسدو وأنكر خلافه من كل أمر واقع متيقن كل كون النت زبالة نخل نتاجرون نتقوى مالتيو بتاع الرداداء بحفشاوت رح زخوني سلزخده مالتيو كومو بمخانو دماني فجلب بذلك الطعن إلى نفسه في قصوره أو تقصيره مبار كومو بمقبارو خاعات بيقو بدي عمقت بمخانو دماني ني نفسه كوك استخائل مالتي أو الطعن في القرآن الكريم حيث كان في نظره مخالفا للواقع المتيقن ويدماني القرآن كوك استخائل مالتي مخنياته بتسبب زخون الرداد سلزترد مالتي. وطرف أعرض عما دل عليه القرآن الكريم وأخذ
بالأمور المادية المحدة قال دماني تقرآن زبلو قديفهم راح بتكون النت راح مسكودو دماني نتي القرآن بمنس أقوم دماني فكان بذلك من الملحدين أي فإن القرآن سلزن نسقو أبكحدت وديقوم مالتهم. وأما الوسط تماكلا كايداقن فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصدقوا الواقع بتي قرآن الكريم زحبرو بقو حيزم كيدوم كومو دمان نتخون النت تراخي بدولو چوبوت زخون دماني نعوين الرقاقي تصمو مالاتيوم وعالمو أن كلا منهما حق تكون النت تراخي بدولو وتقرآن دبلو انكلتيو دماني حق خوينو دماني رخي بمو مالاتيو ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن الكريم أمرا معلوما بالعيان قلت زخونة بعين خاطر يو تبوت زخونة نقر دماني نزي قرآن الكريم صريح زخونة قلت زخونة دما مزي أي قاج أونيو فجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول بتي ترخي بدلو ناي قرآن دمت أنان بتي كون النتن دماني بخلتي دماني التحيزم كيدو مالاتيوم وسلمت بذلك أديانهم وعقولهم بزي دماني دينومن التحساس بأمن كان يعلم مالتيو وهذا الله تعالى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم الله سبحانه وتعالى دماني نتي سبات دتفال عليون دتسحابوا لندما نتم سب إيمان دماني نبتحق أن الدماني يمرحم وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لذلك وجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.